السلام عليكم ورحمة الله، معكم حسن الشهري، طالب سنة خامس. إن شاء الله بنشرح اليوم التيومرز والبوليبس. قبل ما نبدأ، إيش المشاكل اللي واجهتكم في المحاضرة هذه؟ إذا حد يقدر يشاركنا الموضوع هذا. آخذ منكم إن الأمور تمام إن شاء الله. التشابه طيب، بين الأمراض كلها. تشابه بين الأمراض، تمام. طيب، إن شاء الله إن نخرج من المحاضرة دي في وضوح تام إن شاء الله بإذن الله. طيب، أول شيء نبدأ اليوم نغطي نورمال هيستولوجي، بولبس، فاميليا سيندرومز، كولوركتال كانسر. هذا بيكون فور مين كونتنت. يعني كما نبدأ بالنورمال هيستولوجي، أول شيء لازم تعرف الفرق بين السمول انتستين واللارج انتستين. هو بيسألكم طبعا عن الهيستولوجي، يعني يمكن سؤالين، فلازم تعرفون الأشياء هذه. طبعا الـ small intestines is made up of simple columnar epithelium نفس الـ large intestine، لكن الفرق بالـ structure. الـ structure في الـ small intestine يكون made up of finger-like projections also known as villi. الـ villi هذه consists of something called microvilli. الـ microvilli هذه شعيرات موجودة على الـ epithelium of the intestines. طيب، يمكن يجيكم سؤال مثل كذا واخبرونا جانا قبل. What is which of the following is correct regarding intestinal villi. بيعطيكم أشياء كذا، لكن the most important إنها it increases the surface surface area which increases absorption. فهذا المغزى منها إنها increases surface area and increases absorption. في برضو شيء اسمه crypts of Lieberkühn. crypts of Lieberkühn شايفينها هنا تحت الأسفل، واضحة معكم؟ هذه اسمها crypts of Lieberkühn، وهذه مخصصة يعني for absorption of liquids. وبرضه هنا في عندكم شيء اسمه pyre patches. pyre patches هذه lymphatic or the immune tissue of the intestine، متواجدة يعني في أكثر مكان، ما لها هيستولوجي معين، لكن لازم تعرفون أن pyre patches is the lymphatic tissue of the small intestines. بالنسبة للarge intestine also made of small or simple columnar epithelium زي ما أنتم شايفين، لكن الفرق وشو؟ أنه ما في villi. intestinal villi ما في. هنا الكولون اصلا شغلتها mostly absorption of water and secretion of water، ما في عندها شغل اكثر من كذا. لكن لو تلاحظون ان في عندهم more crypts of Lieberkühn. الكريبتس كثير مره مقارنه، لو تشوفون هنا الكريبتس يعني اقل من الكولون نفسها. وهذا يعني زي ما قلت لان absorbs a lot of water and secretes a lot of water، فتحتاجون crypts of Lieberkühn for absorption. الشيء الثاني secretion of mucus. فتلاحظون هنا في الكريبتس نفسها في زي البابلز كذا، it's whitish. هذه goblet cells، هذه releases mucus. في برضو malt tissue اللي هي mucosal associated lymphatic tissue. في small intestines هذه لها اسم هي pyre patches. في large intestine اسمها malt mucosa associated lymphatic tissue. واضحة معكم ال normal histology؟ ايه واضح، تمام، كمل ان شاء الله. طيب البوليبس هذه abnormal growth، الكلاسيفيكيشن حقها ينطبق تحت نيوبلاستيك اور نون نيوبلاستيك. وش الفرق بين النيوبلاستيك والنون نيوبلاستيك؟ النيوبلاستيك يكون في proliferation of the cells، abnormal proliferation of the cells. لكن تلاحظون هنا قال لك هايبر بلاستيك. طيب هايبر بلاستيك means increase number of cells. فوش اللي يفرق الهايبر بلازيا عن النيوبلازيا؟ الجروث يكون uncontrolled في النيوبلاستيك. صحيح. وشيء ثاني انه يكون في some sort of dysplasia. فهذه the two more important factors. Dysplasia يكون في rapid or uncontrolled growth of the cells. فهذه البوليبس. في برضو two types of other classifications، بس هذه cross classification. يجيك البوليب زي كذا شكله، يكون زي الشجره. اللي زي الشجره هذه يسمونها بيدنكيليتد بوليبس. ان شاء الله يكون الخط واضح. لكن بيدنكيليتد بوليبس هذه اللي هنا ستوك، هذا اللي يمسك البوليب نفسه اسمه بيدنكل، اسمه ستوك، ستولك نفسه او بيدنكل، فتقول له بيدنكيليتد بوليب. البوليب العاديه اللي تجيك كذا بس جروث على نفس الانتستين، هذه ينقال لها سيسايل. Sessile polyps. For these four classifications, usually we go with neoplastic and non-neoplastic. Now, this is clinically more important. But also,
جروسي بالكرونوسكوبي بتشوفون بعد شوية صور كثيرة منها، بيجيك بيدنكيليتد بيجيك سيسايل. نتكلم أول شيء عن الجوفينايل بوليبس. الجوفينايل بوليبس جوفينايل means young. وليش هذه is important؟ لأنها consisted of immature cells, normal cells طبعا، هذه ما هي non neoplastic. immature cells growing rapidly، تسويك شو اسمه تسوي لك حاجة اسمها هامرتوما. فnormal cells grows rapidly and makes a mass، هذه اسمها هامرتوما. الجوفينايل بوليبس يجي منها نوعين، يجي منها سبوراتيك عادة تكون سوليتاري، سوليتاري معناته واحدة أو حادية، بس بوليب واحدة، وهذه most likely very benign أمورها تمام. في برضو سندروميك يجي معها السندروم اسمه جوفينايل بوليبوسيس سندروم، بغطيها بعد شوية. طيب patient جاك عنده جوفينايل بوليبس، what is the most common symptom؟ هيماتوكيزيا، اللي هي إيش؟ أحد يعرف سمعته هيماتوكيزيا؟ البراز حقه يكون دم بس ما يكون معه شيء. صحيح صحيح، هذا هو، فيكون يا ريكتال بليدنج اور هيماتوكيزيا. وش الفرق بين هيماتوكيزيا والميلينا؟ دارك ستول ميلينا. طيب صحيح، والكلينيكال سيجنيفيكانس حق الاثنين هذولا ابر جي اي بليدنج. ممتاز صحيح، ميلينا يكون مع الابر جي اي بليدنج، والهيماتوكيزيا يكون لور جي اي بليدنج. إذا جاك بيشن عنده برايت برايت بليدنج عند ستول، يو اولويز لوك فور لور جي اي كوزز، مع انه موس وش اسمه اف يو سسبكت بوليبس ات موست لايكلي جوين تو بي ان ذا ليفت كولون. طيب الجروس ابييرنس حق الهامرتوما وش يكون؟ يكون ريد سموث بيدانكيوليتد، يوجوالي ذا بيدانكيوليتد، ويكون السيرفيس حقه زي ما شايفين هنا في اي، يكون very red وvery smooth يعني well demarcated tissue. فعطوا تعطيك انطباع إذا well demarcated tissue إنها إيش very benign. طيب الهيستولوجي what do we find؟ الهيستولوجي we find cystic glands. الglands النورمال لو ترجعون على قبل هنا في glands كثيرة جدا، goblet cells وmucous cells وأشياء كثيرة، في so many glands. فش يصير هنا؟ الهامرتوما يكون abnormal growth of normal cells، فتلاحظ في cystic glands، فهذه هي cystic glands، فراغات كثيرة قالها cystic gland. ليش cyst؟ لأنها عندها epithelial lining، هذه قالها cystic gland. في برضو يكون في inflammation، لو تشوفون هنا في hyper intensities، hyper intensity هذه infiltration of the immune system، فيكون في إيش inflammation. وتلاحظون آخر شيء هنا يقول mucin، الميوسين إذا شايفين الصورة واضحة معكم، هذه gland يكون في هنا mucus، mucus secretions هذه اللي خفيفة كذا لونها جوة cystic gland ينقالها ميوكس. فهذه الهيستولوجي حقها وانس فيري بيناين اذا كانت سوليتاري، واذا كانت سوليتاري ات هاز نو مالجنت بوتنشال ات اول، نو مالجنت. لكن نجي الحين على السندروميك. في مرض اسمه جوفينايل بوليبوسيس سندروم، يتكون من تقريبا 100 من 5 الى 100 بوليبس. المرض هذا اوتوسومال دوميننت، وعاده البيشنت بريزنت وذ انيميا. الريسك حقها شوي أعلى من غيرها، يجيك 38% risk of malignancy. فهذه multiple juvenile polyps، لكن عشانها syndromic في risk of malignancy. في برضو extra intestinal appearances or manifestations اللي هو heart disease telangiectasias، هذه بس بعطيكم إياها هاي ما بتعمق بالموضوع، عرفوا بس إنه autosomal dominant syndrome وإنها تقريبا 5 to 100 polyps. التريتمنت حقها polypectomy اللي هو إيش؟ استئصال البوليب. هذه important هذه عشان تعرفون ان polypectomy for juvenile polyposis syndrome، احنا بنجي عليها بعد شوية على كم مرة ثانية familial syndromes تستأصل الكولون كام، فحاولوا لا تنسوا المعلومة هذه انها polypectomy فقط تشيلون البوليبس. طيب نجي على اول important syndrome اللي هو Peutz-Jeghers syndrome او Peutz-Jeghers syndrome. Peutz-Jeghers syndrome it's an autosomal dominant due to STK11 gene. هذه important، هذا موضع أسئلة في أي مكان أي اختبار، موضع أسئلة STK11 gene is associated with Peutz-Jeghers syndrome. يجيك presents with multiple hamartoma polyps يعني juvenile polyps. طيب وش ال other significance في السندروم هذا؟ يجي مع multiple hamartoma polyps
لكن يجي مع شيء اسمه ميوكو كوتينس هايبر بيجمنتيشن. لو تشوفون الصورة على اليمين هنا، الميوكو كوتينس اللي هو اللبس، وتشوفون منطقة هنا في النوز تقريبا حول اللبس بعد، وجوة البوك الميكوزا في بلاك بيجمنتيشن. البلاك بيجمنتيشن هذا with polyps اعرف على طول انه بيوس جيجر سيندروم. هذا كلاسيك مرة، ليس كلاسيك كويشن. الاوسكي بالاوسبي يسألك، اسف بالاوسكي يسألك بالاوسبي وبرضه بالريتا. والعيبة الثاني انه associated with non-colonic cancers، مو colon cancer، انه هومرتوما. هومرتوما زي ما قلنا juvenile polyps low risk of cancer، لكن هنا non-colonic cancers، فهذا includes pancreatic cancers، gastric cancers، breast cancers in females. فهذه عيبة فقط. البوليبس تكون most commonly في small intestine، وأقل شيء تلاقيها في البلادر واللنكس. الكاركترستيك حق البوليبس نفسها تشوفها large and pedunculated. هذه اللي تحتاجون تعرفونها فقط، إن عندكم STK11 gene، hamartoma، mucocutaneous hyperpigmentation and, and risk of non-colonic cancers. تمام؟ طيب نجي الحين على الادينوماتس بوليبس، او اسف البيوتس ييجر بوليبس. الهيستوري حقه يقول كومبلكس جلانديولار وورك. انتم شايفين هنا الجلاندز مار كثير، على عكس لو ترجعون اول على الجوفينايل بوليبس هنا الطبيعيه، شوف كيف السيستيك جلاندز، لكن يعني دمر ويل ديماركيتد، على عكس هنا ترجعون فيري كومبلكس، فيري كومبلكس، فيري فيلايس. وفي abundant smooth muscle fibers، شايفين في النص هنا هذه smooth muscle fibers، برضو هنا smooth muscle fibers، وين بعد هنا smooth muscle fibers هذه. وبرضو لو تشوفون هذه الثانية smooth muscles، هذه كل smooth muscle fibers. فهذا الهيستولوجي تبع البوليبس اللي موجود بوستيجر، لكن عموما هي هامرتوما. That's all you need to know. It's benign. It's not malignant. نتكلم الحين hyperplastic polyps and they're the most common polyps found in colon. It has low malignancy potential. في بعض الكتب تقول no malignancy potential. Commonly يجيك في rectosigmoid. فلما أقول rectosigmoid area, what do you think the most common presentation يكون؟ Hematochezia. صحيح. Lower GI bleeding. هذا يكون most common presentation. بالنسبة للهيستولوجي على اسمه hyperplastic polyps، بتلاقي أكيد hyperplasia. شايفين هذه إيش تتوقعون؟ normal صحيح؟ هذه normal colon. هذه تشوفون هذه اللي فوقها، هذه hyperplastic colons. هنا يعني very demarcated، one gland two gland، لا في overcrowding. هنا شوفوا how many gland is just a very small area. شوفوا الinfiltrates اللي بين الجلاند نفسها هنا. Very high infiltrates. The glands كثرت مرة. في tubular glands في كل مكان. فعلى اسمه hyperplastic polyps. بتلاقون إنه very so many glands. في شيء ثاني اسمه sawtooth pattern. أنا بقرر لكم الحين. شايفين في top of the glands يجيك زي المنشار كذا. يعني شوف it's not ما هي واضحة مرة. فيجيك الجلاند رأس الجلاند زي كذا. هذا اسمه sawtooth pattern. على نفس المنشار. Sawtooth pattern هذه classic for hyperplastic polyps. في احتمالية أن تصير serrated. إيش معناته serrated؟ أن تصير زي النجوم، وهذه بسبب overcrowding، تضايق الخلايا مع بعضها البعض، وتصير زي النجوم كذا، تنعصر الخلايا تطلع برا. هذه serrated or sawtooth pattern. الحين ندخل بعدين. أحد عنده أي سؤال بالهايبربلاستيك؟ ما حد وضح له شيء؟ حاجة؟ واضح. تمام. طيب السوتوث باتن هذه أهم نقطة فيها هنا. سوتوث باتن، ريكتوسيجمويد، وموست كومن بوليب. يمكن يجيك سؤال what is the most common polyps؟ أدينوما، هايبرplastic، inflammatory أو غيره. طيب ندخل على الأدينومس. most common neoplastic polyps. الأدينومس معناته إنها يعني it secretes its new glands. It will secrete a lot of a lot of mucin وكذا. لكن what makes it neoplastic؟ ليش؟ It makes a neoplastic because there's dysplasia. حين قلنا أول الهايبرplastic والأشياء هذه النيوكليس كان normal، ما في هايبركروماسيا، ما في high nuclear to cell ratio، الأمور كان كله تمام. بينما الأدينوما لو تلاحظون على طول it's very dark. يعني شوف هذه الصورة يمكن ما هي واضحة مرة، لكن تلاحظون إنه very high uptake of the stain. هنا كله purple مرة. ف
فايش معناته هذا؟ فيه معناته انه في هايبركروميسيا، هذه اول علامات الدسبلاسيا. نسوي زوم ان زياده بتلاحظون ان النيوكليوس از فيري بيج ان كومبارسن تو ذا سيل اتسلف، هذا هاي ان سي ريشيو. المورفولوجي اوف ذا ادينوما يوجوالي زي ما قلنا في الكلاسيفيكيشنز، يا يجيك سيسايد يا يجيك بنتكيليتد، لكن بالمورفولوجي حق الهيستولوجي في نوعين مهمه جدا وهذه موضوع اسئله، يا تيوبيلر يا فيلس، بنجي بعد شويه واوضح لكم وش هي. وبرضه يجيك معها البيدانكلي يكون فايبروفاسكولار كور. طيب لو تخبرون المالجنت، خلينا نتكلم المالجنت بسرعه، وات ميكس ات مالجنت، كيف هي هاو دوز ات ميتاستسايز؟ طيب متاستسايز ثرو فاسكولار ميتاستس فاسكولار سيدنج. طيب كيف وصل للفيسلز اصلا؟ يجي التيومر نفسه المالجنت يبدا عنده الفازوجينيسيس يكثر، الفازوجينيسيس اللي هو كرييتنج اوف بلاد فيسلز، يصير عنده هاي بلاد بامبنج. اذا جاء هاي بلاد بامبنج معناته فيرذر جروث، مع ان هذا نفس الادينوما دي اتس بيناين، ليش هذا هاي ريسك اوف becoming malignant؟ سببين، أول سبب هو dysplasia، ثاني سبب لأنه فيه fibrovascular core، البدنك حقه فيه vessels، الفيسلز هذه يقدر يكون سبب for أنها تتحول من benign إلى malignant. هذا هو. بالنسبة للmalignancy potential، it is not grade, it is not يعني influenced by the grade of dysplasia. Okay, grade of dysplasia يمكن grade 4 وهذا it will influence on malignancy، لكن بالنسبة للadenomas the size is the most important thing. The size will influence malignancy potential. إذا كل ما كانت أكبر كل ما كانت most likely to be malignant. هذه this is an important point. طيب تكلمنا قبل شوي إن في classification في tubular في villous. طيب what does mean tubular؟ وهذا tubular طبعاً the most common presentation of adenomas. إنها تجيك tubular. The proliferating cells نفسها it will form tubules. شوفوا هذه tubular. Tubular. لو تلاحظون هنا كلها دائرية. طبعا هذه يمكننا ماخذينها بالكات سكشن تبعنا احنا، يعني نطلع من فوق ثم تقصها من فوق بتشوف ان في so many tubules، هذه كلها دوائر tubules، هذه نقالها tubular. انت تخيلها كذا ان يعني في tube، احنا قصناها كذا احنا قاعد طالع من فوق، فهذه يسمى tubular adenoma. It can cause anywhere in the colon and it's usually pedunculated. طبعا اللي جايبها هنا pedunculated ولا sessile؟ يا شباب وشو؟ بيدنكوليتد. لا ما هي بيدنكوليتد، هذه سيسايل. انت شايفين الستوك واضح هنا؟ ما في ستوك، الستوك يجيك زي كذا. يعني هذه نرجع لورا، هذه بيدنكوليتد، شوفوا هذا ستوك زي الشجره. هذه نوت بيدنكوليتد، هذه سيسايل. طيب المالجنسي بوتنشال هي اقل واحده من الادينومز انها عندها مالجنسي بوتنشال التيوبيلر. يعني تقدر تقول عليها انها شبه بناين. لكن يستل دي تو اكسايز. طيب الفيلس، وش الفيلس؟ الفيلس شكلها زي كذا طوليه، ما هي دائريه زي ما تشوفون فوق، طوليه كثيره كلها طوليه. هذه it will create its own villi finger like projections في البولب نفسها، وهذه the most يعني most likely to become malignant، 50% chance of becoming malignant. الابيرنس هذا انتم شايفين اسمه cauliflower appearance، يعني يجي زي الزهره، اذا تعرفون الزهره نبته الزهره اللي تنحط بالسلطه وكذا، هذه تطلع شكلها زي كذا on gross appearance. commonly تجي في الريكتم على عكس التيوبر، او تجي anywhere in the colon. وزي ما قلت 50% malignancy potential. طيب بتجيك هذه اللخمه الثانيه tubulovillus، بتجيك mixture of both tubule and villus. طيب تشوفون الصوره هنا، يعني اول at first glance على طول بتقول انها villus المبتلط، لكن لو تركزون في هنا tubule، في هنا 1 2 3 4 كثير تيوبيولز هنا، تيوبيول. طيب يجيكم سؤال، يعني هذه سؤال تعقيد، اسئله تعقيديه شوي، لكن يجيك سؤال يجيب لك صوره كذا يقول لك يلا is this tubular is this villous is this tubulovillous، وانت شايف اوكي هي mostly villous بس في كم واحده كذا tubular، وش الكات اوف مارجن اوف ذس؟ يعني اذا قلت tubular ولا tubulovillous، إذا كانت من between 20 to 80% villous، هذه ينقال لها tubulovillous. يعني less، إذا كانت ال velocity less من 20% ينقال لها إيش؟ ينقال لها tubular، لأن أوكي في واحدة ثنتين
تو شو اسمه تو فيلاز. اذا كانت مور ذان 80% فيلاس هذه ينقال لها فيلاس، بس اذا كانت ميكسر اوف بوث يعني 50% كذا 50% كذا ايش نقول عليها؟ نقول عليها هذه تيوبولو فيلاس ادينوما، وهذه يعني اتس نوت از مالجنت از فيلاس ادينوما بس هاز 20% مالجنسي بوتنشال. وضحت يا شباب؟ اي واضح. طيب هذه بيكتشر اوف ادينوما مقربه يعني لو تلاحظون ايش ايش خلينا نشوف هذه اللي انا معلم عليها الحين هو كان ديسكرايب ات تو مي. وين اي واحد؟ واضح اني لخمتكم بهذه، هذه المعلم عليها واضحه ولا لا؟ قال ياخذ قلم غير ال هذا الكريبتس ولا كيف؟ جلانز او الكريبتس جلانز. طيب السل كيف تشوف السل؟ تشوف السل نورمال سيلولا على الاطراف. طيب وش لو شوفوا في فرق هنا في ويل ديماركيتد لاين، شايف اللاين اللي انا معلم عليه يعني بين هذا الجلاند وهذه الجلاند وش الفرق بينهم؟ الاطراف اسمك اسمك. طيب هذه تقدر تقول بالعاميه نقولها اسمك، لكن this the description of this is hyperchromatic. النيوكليي نفسها very dense واللون مره واضح، هذه ينقال لها hyperchromasia. كروم معناته لون فتقول hyperchromasia. على عكس هذه، هذه يعني you can see it's kind of normal ما في شيء يعني، والgoblet cells واضحه مره. هنا لا it's hyperchromatic. هذا الفرق بين النورمال تيشو وهذا الابنورمال تيشو الادينوماتس تيشو. فهنا في سب سورت اوف ديسبلاسيا والنيوكليس بعد كبيره مقارنه بالسل، وتلاحظون هنا النورمال سل وهنا البيج سل، فهذه هايبركروميسيا وهاي ان سي ريشيو. برضو هنا نفس الشيء تشوفون ان الهايبركروميسيا هي هايبركروميسيا بعد هايبركروميك يعني واضح اتوقع. اوكي وضحت معكم يا شباب ولا تحتاجون نركز بالنقطه هذه؟ ايش معنى كروم؟ اللي قالوا هايبركروم سم؟ ايش معنى كروم؟ هايبر كروم ايش معنى كروم؟ طيب احنا نعرف هايبر بس كروم معناته لون، لون لما نقول لك هايبر كروميزيا معناته في ارتفاع باللون او قوه باللون، يعني هذه المفترض هذا الطبيعي، هنا لا اللون اقوى شوي لون السيلز فيكون مره بنفسجي، كثير بنفسجيه هنا مره عاليه مقارنه بهنا، فهذه one of the signs of dysplasia يعني ينقال لها هايبر كروميزيا. جميل. يعني ليش هايبركروميسيا مو بس أدينوما، it's dysplasia, it's a sign of dysplasia. وأدينوما is characterized by dysplasia. طيب هذه طول العمر السلامة في البوليبس، هذه الكولونوسكوبي. طبعا هنا هذه بيدنكيليتد بوليب، واضح واضح هنا ستوك صح؟ إنه في زي التشجير كذا وإن الماس طالع. وهذه برضو هذه سيسايل بول، بتلاحظون كيف شكل هذه شوية يعني ما هي سموث، في يعني خطوط كذا. وش تتوقعون البولب هذه اللي على اليمين تتوقعونها تيوبيلر ولا فيلس ولا كيف؟ فيلس. فيلس صحيح. وهذه يعني لو تشوفون الدوائر هنا تيوبيلر. طبعا زي ما قلنا ان تيوبيلر يكون كوملي وذ ستوك commonly pedunculated والفيلس يكون commonly sessile، فهذه يمكننا تساعدكم. طيب ندخل بالفاميليا سيندرومز قبل ما ندخل، أي أحد عنده أي سؤال بخصوص البوليبس؟ واضح ممتاز. طيب فاميليا سيندرومز يعني على اسمها فاميليا معناته إن inherited. This is syndromes are inherited through genes. Mostly they are يعني autosomal dominant. طيب ندخل بأول واحد والموست امبورتنت فيري هاي السندروم هذا فاميليال ادينوماتوس بوليبوسس سندروم. هذا ميوتيشن اوف ذا اي بي سي جين، يجيك اوتوسومال دوميننت ميوتيشن اوف اي بي سي جين. الاي بي سي جين هذا وش هو؟ هذا تيومر سبريسر جين، اذا تخبرون بسنه اولى تيومر سبريسرز والاوكوجينز. التيومر سبريسر جين هذا هذا ستوبس ذا جروث ستوبس. انا بوريكم بعد شويه الصوره تشرح لكم كيف الجروث حقه، لكن انا اشرح لك اياه بسرعه الحين.
APC tumor suppressor gene that inhibits beta catenin. نكتب الحين beta catenin. Beta catenin هذا proto-oncogene, هذا promotes the growth. The APC gene هذا will inhibit it. It will bind to it to inhibit the growth. ففي حال ان الميوتيشن في الاي بي سي جين جاء في الفاميليا ادينوماتوس بوليبوسس الجين هذا يختفي ما هو موجود فهذا طول العمر يبدا يشتغل ايش يسوي جروث يعطيك جروث كل شويه يعطيك بوليبس سو ماني ادينومس هذا تقريبا مور ذان 100 بوليبس زي ما شايفين انتم هنا في الكولونوسكوبي ايفري وير از ا بوليب ايفري وير السيمتوم تقريبا يبدا في السكند ديكيد تقريبا على 18 كذا الى 25 سنه يبدا The symptoms عند اللي هو bleeding, the constitutional symptoms يتذكرون اللي هي fever, weight loss, night sweats. تبدأ عنده symptoms هذه حقة malignancy. This patient has 100% risk of colorectal cancer. 100 at 40 years old, 100% of the patients will get colorectal cancer. The syndrome هذا is very dangerous. The diagnosis بيكون colonoscopy طبعاً تشوفه more than 100 polyps. الشيء الثاني will do genomics genetic testing بتشوف تلاحظ إن عنده abnormal APC gene هذه الثنتين is diagnostic criteria for familial adenomatous polyposis طيب how do we treat this يعني في بيجيكم ممكن أسئلة منها clinical colectomy يعني بيجيك أنتم بتخبرون بالبوتسييجر سيندروم قلنا إيش قلنا وش التريتمنت حقه حد يتذكر The treatment حقه polybectomy, نشيل polyps. We just get rid of the polyps, nothing else, nothing more. بينما هنا familial adenomatous polyposis, what do? We get rid of the entire colon. Prophylaxis, نشيل الكولون نفسه عشان 100% بيجي كانسر. For why do we wait? We get rid of the entire colon, ونشبك الترمينال ايليوم بالريكتم وخلاص. This is how it works. أو نحط له شيء اسمه ستوما اللي هو الكيس من برا. The important thing in this syndrome is you do an colectomy. المورفولوجي ميكسر يعني يجيك تيوبولر يجيك فيلوس there's no specific يعني type of adenomas that you will find لكن one important thing that you should know في شيء اسمه نبش ترجم desmoid tumor يجيك يعني ما تحت التيومر ساتي نفسها بعد تحت البوليبس fibrous growth هذا يعتبر benign شوي ولا ما عليه malignancy لكن يعني ردعا للبوليبس هذه كثرة البوليبس يبدأ في فايبروسس كثرة الفايبروسس وهذه الهيستولوجيكال سلايد حق الديسمويد تيومر بكتبها هنا عشان للي يبي السبيلينج حقه ديسمويد تيومر فايبروس اوفر جروث بنيث ذا بوليبس نفسه هذا يعتبر ردعا او ردة فعل من الجسم نفسه للتيومرز هذه واضح يا شباب برضو نفس الشيء هنا وتشوفون البوليبس شوفوا كيف هايبركروماتيك اللي سألني بشوي ايش معناته هايبركروماتيك هايبركروماتيك يا شباب هايبركروماتيك معناته ديسبلازيا وديسبلازيا is seen here إذا معناته إذا في هايبركروماتيك it means dysplasia dysplasia means it's adenoma طيب الفاميليا ادينوماتس بوليبوسس سيندروم له فارينس له نوعين يجي ما هو شرط انه تجي بس يعني تو اذر سيندرومز ذات بريزنت وذ اف اي بي اوكي اول شيء نتكلم عن جارتنر سيندروم جارتنر سيندروم هو فاميليا ادينوماتس بوليبوسس يجي البوليبس والاشياء هذه لكن زياده عنها يجي بون تيومر اول شيء بون تيومر هذا اسمه اوستيوما الكلاسيك كيس انه يقول لك واحد عنده مالتيبل بوليبس وعنده بون جروث في الماندبل اللي هو شو اسمه الفك في عنده اوستيوما في الفك برضه يقول لك ان اسنانه عنده شيء اسمه السوبر نيوميري تيث ان الاسنان ما هي متوازيه يكون عنده اسنان زياده خارج النورمال يعني جنجيفا هذه ون اوف ذا ساينز في برضه شيء اسمه سيباشيس سيست زي ما تشوفون هنا هذه سيباشيس سيست فجاء اعطاك الاربعه دي يقول لك خلنا نقول 38 year old man presents with rectal bleeding. Colonoscopy shows more than 100 polyps. The patient also complains of a mass on his mandible or a bone tumor on the mandible. The patient also has disrupted teeth and the patient's complaining of multiple sebaceous cysts.
هذه على طول من دون ما تطالع تقول جاردنر سندروم على طول. جاردنر سندروم عبارة عن FAP زايد الثلاثة هذولي بون تيومر سوبر نيوبري تيث سبيشس سيست. واضح يا شباب؟ واضح جدا. تمام. طيب عندكم الحين other variant وهذا اسمه تيركوت سندروم. لكن الفرق وشو؟ ان تيركوت سندروم is not specific، ما هو شرط يجي مع familial adenomatous polyposis، يجي مع FAP او ويجي مع لينش سندروم، ولينش سندروم نغطيه بعد شويه. لكن تعرفون فيه الحين انه يجي اذا جاء مع FAP يعرفنا it's associated with medulloblastoma، هذا تيومر يجي في البرين، هو very severe tumor اسمه medulloblastoma، هذا associated with familial adenomatous polyposis. إذا جاك واحد عنده نفس الشيء قلنا سويت له كولونوسكوبي وطلع more than 100 polyps، بعدين فجأة سويت CT scan وطلع عند خلينا نقول brain tumor تيركوت سندروم. وبرضو نفس الشيء إذا جاك واحد عنده لينش سندروم اللي بنغطيه بعد شوية، جاء لينش سندروم وعنده bone tumor you also say تيركوت سندروم. That is common MCQ questions. برضو واضح يا شباب؟ واضح. طيب الحين لينش سندروم نتكلم عنه برضو autosomal dominant، لكن وش الفرق؟ وتخبرهم في الفاميليا adenomatous polyposis والبيوتسيجر سندروم وش قلنا عنه؟ انه بيكون في abnormal gene mutation، والabnormal gene mutation هذا يساعد على rapid growth. هنا فرق لينش سندروم mismatch DNA mismatch repair genes. تخبرون في سنة أولى في الMBOD أخذتوا شيء اسمه mismatch genes اللي إذا جاء الجين شو اسمه الجينز نفسها في غلط بالجينز، يجي هذا الجينز تصلح الجينز دي مرة ثانية تعرفونها. طيب إذا في ال MSH2 هذا most common، لكن في other genes inherited wrong فيجي ما عنده الجين ده أصلا، فايش يصير؟ يصير حاجة اسمها microsatellite instability. فإذا قال لك which of the following syndromes is associated with mismatch repair genes أو MSH2 تقول Lynch syndrome. إذا قال لك برضو which of the following is the most which of the following syndromes is associated with microsatellite instability تقول برضو Lynch syndrome. احفظوها كذا the abnormal DNA mismatch repair genes will lead to microsatellite instability and will lead to sessile serrated adenoma. شايفين الصورة هذه sessile serrated adenoma فتكون شوية أصعب من النورمال أدينوما. هذا تحتاجوا تعرفونه. risk of colorectal cancer is 80%، هو أهون من فاميليا أدينوماتس بوليبوسس أهون منه، لكن it's a good risk of colorectal cancer. في برضو other cancers يجي most commonly endometrial cancer. الاندوميتريوم عند النساء إذا جت واحدة عندها Lynch syndrome you also scan for endometrial cancers. بالنسبة للcolorectal cancer إذا جاء it's most commonly in the right colon، هذا تحتاجون تعرفون so far. Usually they do not diagnose Lynch syndrome إلا ما بعد ما بدأ colorectal cancer، يجون يروحون يأخذون biopsy بعدين يسوون genetic testing ويكتشفون عند DNA mismatch repair gene، بس there's no other symptoms other than colorectal cancer في البداية. أو إذا إن patient presents with bleeding which is kind of rare تبحث تلاقي عند أدينوما. طيب نبدأ أول شيء بالmalignance ونجي adenocarcinoma of colon colorectal cancer، هذا most common cancer في entire GIT more than gastric more than small intestine more than pancreatic cancers. It is more common in male than female. The average years is from 60 to 70 years old. الريسك فاكتورز نو يعني سموكينج والكحول طبعا ريسك فاكتور فور اي كانسر، لكن يعرف ان هاي فات لو فايبر دايت از ون اوف ذا موست امبورتنت ريسك فاكتورز فور كولون كانسر. يك واحد يدق بالشحوم يدق بالاكل يدق بالرز لكن ما عنده فايبر، مره اخر مره اكل خضار يوم ثكنت ام، فذس از ان امبورتنت ريسك فاكتور. بيشنت عنده اي بي دي اولسيريتيف كولايتس اتس ون اوف ذا مين امبورتنت كانسرز. بالعكس في الأوسيت يمكن هذه خارج نطاق الشرح، لكن الأوسيت كولايتس after 10 years of diagnosis تصير كل سنة تسوي لها شو اسمه colon screening for cancer. It's a very important risk factor. في برضو hereditary polyposis syndromes اللي ذكرناها قبل شوية هذه risk factors for cancers اللي ذكرنا. طيب الريسك one point كذا بتلاقيها important إن colorectal cancer expresses a lot of COX-2 gene or COX-2 receptors
أو الكوكس 2 إنزيم آسف. فالنانستيرويد الأنتي إنفلامتوريز أخبروني إذا أخذنا في الفارما إنه يجي 2 تايبس، واحد سبيسيفيك كوكس 1، واحد فور كوكس 2، وفي ميكس. فإنسيدز ذات هاف كوكس 2 إفكت مثل أسبرين إتس بروتكتيف إفكت، يعني تساعدنا كيف أقول لكم، تساعد ضد الكولوركتال كانسر. والباثوجينيسيس زي ما ذكرت لكم شوية، في 2 تايبس، في APC loss، في microsatellite instability. APCG loss CA syndrome، مين يتذكر؟ الفاب صحيح، الفاب. فأنتم الحين تشوفون قبل الحين إيش يصير، يعني أعطيكم نبذة عن how does the cancer develop غير البوليبس. النوري الAPC هنا binds to beta catenin and inhibits proliferation. هذا النورمال طبعا to a certain level، يعني إذا في mitosis وكذا لا تول beta catenin work well. لكن في حال إن شو اسمه الAPC gene is absent، البيتا كاتينين is overactive، يبدأ يشتغل وجس proliferation ما يوصل مرحلة dysplasia، بعد dysplasia يدخل في carcinoma. This is how it works. وفي الطريقة الثانية ذكرناها قبل شوي، بس this is 15% of the time، microsatellite instability نفس Lynch syndrome. واضح يا شباب؟ microsatellite instability اللي هو الجينز نفسها في الجينز، لا تطالع بال السيلز، فيك تطالع بالجينز داخل النيوكليس داخل الكروماتيد أدرين with جوانين وكذا. إذا صار في بينهم mismatch، يعني غلط بالغلط ركب ثايمين على ثايمين، لو الاثنين دول على بعضهم، في جينز اسمها mismatch repair genes تيجي تضبط المسماتش هذا، تيجي تصلحه قبل ما يطلع فاكت. تمام فهمت؟ إيه صحيح. هذه المسماتشين لو تمر لينش سيندروم المسماتشين خصوصا MSH2، هذا important شيء خلينا نكتبه هنا عشان تذكرونه، MSH2 MSH2 gene إذا صار فيه abnormal or mutation وراح بيصير فيه إيش؟ microsatellite instability. فال repair نفسه ما بيكون فيه repair زين، فيبدأ إيش يسوي؟ يمكن يطلع لك one cell abnormal cell cancerous cell، والcancerous cell هذه خلاص قد تعدت المسماتش ما عاد في repair، فتبدأ هذه السل تبدأ mitosis لين ما يطلع لك tumor. التيومر هذا يلقنت ويبدأ يصير فيصير لك الكانسر عن طريقة هذه. هذه 15% of the time، يعني it's not always، على عكس هذه 85% of the time most colorectal cancers يجي من عن طريق APC gene. واضح، الله يعافيك. طيب بالنسبة للمورفولوجي في كم نقطة مهمة أبيك تعرفونها. right colon versus left colon، يعني proximal origin ولا distal origin، من عند السيكم أو من عند الركتم. البروكسيمال ريجن يجي حاجة اسمها إكسوفيتك. إكسوفيتك معناته إيش؟ يعني ممكن تخيلون أن هذا الكولون اللومن نفسه، هذه فتحة الكولون الأكل يعني يمشي هنا ويجيك التيومر يش يجيك طالع كذا، هذا اسمه إكسوفيتك. يعني يجيك فايت معناته مثل الصخرة أو الحجرة، وإكسو معناته خارجة، فإكسوفيتك يجيك خارجة مثل الصخرة ويسوي إيش؟ يسوي لك obstruction sometimes، most of the times يجيك يسوي لك occult bleeding. occult bleeding معناته microscopic bleeding، والchronic microscopic bleeding يسوي لك إيش؟ iron deficiency anemia. يعني جاء خلنا أعطيكم سيناريو، جاك 62 year old female menopausal complaining of consistent iron deficiency anemia. This should raise awareness for colorectal cancer. You should think of that. برضو بتعرض طبعا بسألها بالconstitutional symptoms. وش الconstitutional symptoms؟ صحيح. هذه هي هم ستة. commonly known ستة. fever, night sweats, weight loss, loss of appetite, abnormal disturbance, anorexia. قلتها قبل شوي هنا. وبرضو presents with diarrhea. فإذا جاء constitutional symptoms, IDA ودايريا، سيزي think of colorectal cancer. هنا يعني IDA اللي هو iron deficiency anemia يمكن بعد يصير بالديستل، لكن it's not as common. commonly يجيك في proximal origin.
المهم تعرفونه اكسوفيتيك ليجن، هذا هو. طيب الديستال اوريجن، الديستال اوريجن ولا من جهه ساعات الريكتو سيجمويد يجيك انيولر. ايش معناته انيولر؟ انيولر معناته مثل الدائري. فخلنا نشوف ان هذا اللومن طالع في سجد الكات، يجيك الكانسر حول كذا كامل، حول اللومن كامل، انيولر معناته دائره او ايه تقريبا الدائره معناتها. فوش يجيك شكل التيومر؟ يجيك يعني اذا طالع سايد ويز يجيك زي كذا. اسف كذا، هذه الرسمه شينا، خلنا نرسمها مره ثانيه. يجيك زي كذا، شايفين كيف هنا في كونستركشر جاي دائري حول اللومن كامل، هذا يسمونه انيولر تيومر. خلاص هذه مهمه، هذا موضوع اسئله، اكسوفيتيك فيرسس انيولر. يجيك برضو بلاد ستريكت ستولز، بلاد ستريكت معناته يعني ستول نفسه يو انت بالكرامه هو طالع، تلاقون حول الدم كانه مغطى بدم كذا شويه. هذا انديكيتر انه في الديستال اوريجن، ما هو في البروكسيمال اوريجن، لان زي ما قلنا بروكسيمال يجيك اوكولت مايكروسكوبيك بليدنج ما هو واضح، بينما ديستال يجيك لا واضح انه في دم مغطى حول الفيسيس. وبرضه patient presents constitutional symptoms بس also the patient will have change of bowel habits. برضه بعض الاحيان يجي يقول لك oh I might have diarrhea, sometimes I have constipation، يعني ما في شيء واضح. بعض الاحيان يقول لك لا consistency of my feces is loose, sometimes it's very hard, sometimes it's rock solid. ف change of bowel habits should raise questions. و finally colicky abdominal pain، يجيك عشان annular هنا الفيسز يحاول يمشي بس ما يقدر، هنا constricted. فايش يصير؟ يصير عنده obstruction، والobstruction هذا يسبب لك colicky abdominal pain. للي ما يعرف معناته colicky، colicky يعني زي البين اللي يخليك تتعصر، وانه in certain position يفك، certain positions لا ما يفك، هذا colicky abdominal pain. طيب الساين هذا الحين اعطيتكم اكس ري، سوينا باريوم انما وربا باريوم اي باريوم انما، وطلع لي الساين هذا زي كذا. What would you think is it خاص هو كل ريكتال كانسر، لكن what do you think is it distal ولا proximal؟ distal. distal ليش؟ لانه ضيق اليوم. صحيح صحيح، عشان انها انيولر شكلها كذا حول، انها حول اللومن بالكامل، انضغط على اللومن كامل، هذه annular appearance. الكلاسيك ساين هذه، هذه بتعرفونها في كل مكان، مدسن اسم اللي يو اسم اللي كلها بتيكون اسئله، هذه apple core sign. اتوقع واضحه صح الريزمبلس، كيف هذه تشبه دي؟ صحيح واضحه جدا. apple core sign هذه easy question، which of the following is associated with the apple core sign on an x-ray or barium enema؟ distal colorectal cancer, proximal colorectal cancer, small bowel obstruction, large bowel obstruction. على طول تحط لي distal colorectal cancer. هنا بعطيكم الحين اللي على اليمين هذه، وش هي يا شباب؟ ايش تتوقعون؟ proximal لا انيولر، شايفين كيف انها مغطي الباول كامل؟ طبعا هذا ترى مخذين الباول وفكينه قاطعينه من النص وفاردينه، فانت يور سينج ذا انتاير باول، ما هو انه جزء منه. شايفه كيف مغطي من اول الى اخره؟ ايوه يجيك دائري، فهذا يسمى انيولر انيولر تيومر. بينما هنا بس كانها ورده طالعه كذا ومغطيه، بس مسوي مسوي small obstruction، طالع شكله إيش يشون عليها هذا الشكل هذا؟ exophytic. exophytic صحيح، هذا هو. تلاحظون حوله هنا seems normal، وهنا بس في cancerous. تمام، واضحة معكم يا شباب؟ ممتاز. طيب histology، histology قلنا إن adenocarcinoma، وإن إيش يفرق الكارسينوما عن الdysplasia؟ اللي قلنا الهايبوكروماتيك، لا كلمة واحدة بس تهمني، الانفيجن. انفيجن، الله عليك، انفيجن أو ميتاسيس سيم ثينج، انفيجن. بس أنا لا تخبرون إذا كان الميوكوزا كامل، خلينا نقول هذا ميوكوزا وهذا سب ميوكوزا، سب ميوكوزا ميوكوزا. إذا ميوكوزا كامل ديسبلاستيك كله من أول إلى آخر ديسبلاجيا، هذا نسميه إيش؟ شنو من سايتو إن سايتو. صحيح،
هذا كارسينوما ان سايتو واصل لين البيس اللير. اذا تعدى بس كم خليه هنا وش يقول له؟ خلاص هذا كان هذا كارسينوما ادينو كارسينوما على طول تعدى البيس اللير ان قال ادينو كارسينوما تمام. فاذا ادينو كارسينوما ايش معناته؟ هايبر كروماتيك نيوكلياي نفس الديسبيزيا هايبر كروماتيك نيوكلياي هاي ان سي ريشيو في ميتوتيك فيجرز وفي شيء اسمه ميوكس. اذا في ميوكس ولا لا انا بوريكم بعد شويه وش المقصود بالميوكس وش وين كيف تشوفونه وكيف شكله. لكن الحين بيك تلاحظون يعني شوفوا هذا نورمال ميوكس نورمال ميكوزا واضحه معكم شايفين كيف النورمال ميكوزا هنا طيب وهنا وش وين الميكوزا واضحه معكم ميكوزا ما في فلتريتد يعني شوفوا هنا واضح معكم البيس اللير هنا ما هو واضح البيس اللير هذا انفلتريتد هذا ينقال ادينو كارسينوما شايفين كيف كان كل ما لا يدخل تحت هنا وتشوفون انه كيف هاي واضح هنا اليمين هذه صوره السلايد كام واضح معكم الهايبر كروميزيا صحيح وبرضه واضح معكم الانفيجن شايفين كيف الانفيجن هنا هذا all invaded هذا هنا في تيومر بعد هذه كلها انفيجن 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 واضح الانفيجن صحيح هذا واضح انه كارسينوما ممتاز طيب خلونا نجي الحين على السلايد هذا هنا وش تشوفون؟ شوفون هنا في هايبر كروميزيا في ميتوتيك فيجرز شايفين هنا في تو نيوكلياي مشكلة اني الصورة كانت معلقة الصورة معلقة دقيقة كير بين ماركس طيب شوفوا شايفين الصورة هنا واضحة شايفين الخلية هذه كان فيها تو نيوكليس هذه تونيك هذه واحدة وهذه ثانية التو نيوكلي هذه يسمونها ميتوتيك فيجر في الله هذا أول ساين عندنا لل الديسبليزيا في عندك هنا هايبر كروميزيا بعد أو في نفسها كلها كل مكان هايبر كروميسيا يلا هذا نقول هايبر كروميسيا نقول له هايبر سي اتش وهذا وش يا شباب هذا اللي هنا هذا ميوسين أو الميوكس ميوسين قلنا قبل شوية إن إيش very poor prognosis إذا أحد عنده ميوسين في الهيستولوجي you think of bad prognosis في برضو هنا وش شايفين هذه الأشياء هذه من هنا هذه كلها هاي ديزموبليجيا هاي ديزموبليجيا فايبروفاسكولار أو فايبروس كروث عشان يقاوم الانفيجن حق التيومر هذا اسمه ديزموبليجيا اكتب لكم اياها هنا شو تحفظونها وضحت معكم هاي شباب أبي أحد يراجع لي بس الـ histology findings حق الأدينو كارسينوم وش يكون عندنا invasion صحيح يكون عندنا hyperchromatic صحيح ويكون عندنا mucin 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 indicator of what Hydrate. Poor prognosis. Poor prognosis. على طول. Mucin is a poor prognostic factor. طيب. هذه اللي قلنا قبل شوي هنا هذه وش هي؟ شايفين أنا معلم عليها؟ هنا على اليمين أسفل شيء تحت. هذه كلها وش هي؟ صحيح. طيب في هذه ما أبيك تحفظونها مرة يعني ما أدري إذا هي معكم ولا لا لكن it's important to know tumor staging T1 tumor invade submucosa إذا وصل المسكولاريس بروبريا ينقلها T2
إذا تعدت المسكيلاريس بروبيا لكن ما وصلت الميزوريكتال أو بيريكوليك فات يعني ما وصلت السيروز إنكالا T3، وإذا تيومر انفيت adjacent organs يعني مثال ال small intestines invaded the colon هذا إنكالا على طول T4. إذا وصلت to 1 to 3 nodes هذا إنكالا N1، إذا وصلت 4 or more nodes هذا إنكالا N2، وإذا في metastasis معناته M1، ما في metastasis M0. بس هذه حبيت أشرحها لكم عشان تعرفون يعني زي نرجع للصورة هذه، هذا التعدى المسكيلاريس وصدق وصل للميزو ميزوريكتم، فخلنا نقول لها T3 يعني تعدى المسكيلاريس بروبريا نقالها T3 تمام. طيب كذا خلصنا كل ركتل كانسر، حدا عنده أي سؤال؟ كمل ما عندك شيء توكلنا على الله. طيب كارسينويد تيومر يعني من اسمه كارسين يعني كارسينوما، كارسينويد مثال فيشبه الكانسر هو التيومر هذا. It's شو اسمه تيومر most commonly found in small intestines. It's a neuroendocrine tumor معناته neuroendocrine معناته in direct connection with the nervous system. It's a tumor. Neuroendocrine cells are cells that are directly connected to the nervous system and secretes. العكس others other hormones. مثال يعني الكورتيزون من سوبرا أو أدرينال جلاند تحتاج ACTH من البيتوتري عشان يسوي secretion. لا هذا direct هذا hormones ينزل حطوه من nervous system. ينقالها neuroendocrine cells. Most commonly appears in 40 more than 40% appears in small intestines. It secretes hormones abnormally. Commonly found in the 6th to 7th decade. نفس ال colorectal cancer. The clinical features diarrhea. هذه important. Cutaneous flushing, palpitations, dyspnea, و long term يجي معه tricuspid valve fibrosis. طيب حنا قلنا هنا إن في diarrhea. ليش diarrhea و cutaneous flushing؟ ليش هذول الاثنين؟ لأن carcinoid tumor most commonly secretes what type of type of hormone؟ أحد ندعل؟ احفظوا هذه زي اسمكم سيروتونين. سيروتونين carcinoid tumor. carcinoid tumor سيروتونين most commonly يعني most of the carcinoid tumors secrete serotonin. serotonin يسبب لكم هذه diarrhea cutaneous flushing. بعض الأحيان يسبب لك palpitations إذا كان مرة سفير يمكن يسبب لك tricuspid or dyspnea. ويوجلي إذا long term الpatient عنده هذا التيومر ولا يعني didn't get treated the patient will have tricuspid valve fibrosis. احفظوها إنها structural heart disease. بس هذا الcarcinoid tumor شكله كيف؟ أصفر تيومر أصفر احفظها كده وخلاص. ما أبي أحد يقول لي لا في other morphology ما أدري إيش. لا It's a tumor that is yellow. شايفين هنا كنفات. Tumor that is yellow. وبالنسبة للهيستولوجي well differentiated monomorphic cells. Monomorphic معناته نفس الشكل. شوف طالع بالجلاند هنا. السيلز كلها تشبه بعض. الجلاند هذه السيل دي تشبه السيل هذه. نفس الشيء. ما في أي فرق. فينقالها monomorphic. Mono معناته أحادي. Morphic معناته شكل. يجيك برضو الكروماتين اللي هو إيش؟ كروماتين اللي هو النيوكليس نفسه الكروما كروموسومز يطلع شكله كذا زي الحبيبات. نجي عليها شوف حبيبات برضو هذه حبيبات هذه قال لها salt and pepper كروماتين. salt and pepper كروماتين النيوكليس يكون راوند دائري. هذه الهيستولوجي حق الكارسينوما تيوب. الكروموغرانين positive on smear تيجي تسوي له سمير ويطلع كذا بود. هذه كروموغرانين بوزيتيف. بس هذا يحتاج تعرفون الكارسينويد. وكذا خلصنا. في عندي أسئلة بسألكم إياها جاهزين إن شاء الله. 5 questions فيكم تركزون توكلنا على الله. طيب يلا question 1 patient presented with rectal bleeding a mass was found what is the pathology. أعطيتكم الصورة هذه polyp وعندكم هنا شو اسمه هيستولوجي. يلا اعطوني what type
juvenile disease or syndrome. جوفينايل ما تيجي كذا. أدينوما. طبعا لا تعتمدون على هذا. هذا بس شيء الله عليك أدينوما. طبعا أنا أعطيتكم الصورة هذه عشان أقول لكم إن epidemiculated polyp اللي يهم في الهيستولوجي. الهيستولوجي هو يقول لك وش فيه. فالرجال قال أدينوما. ليش أدينوما؟ وش شفت؟ في الاستراكشر. الله عليك. وش كمان شايف؟ fibrovascular cap. صحيح. وش كمان؟ طيب وش نوع الأدينوما؟ تيوبولر. تيوبولر أدينوما. في أحد عنده أي خيار ثاني؟ ميكس. تيوبولر فيلس. ميك. تيوبولر فيلس. ليش تيوبولر فيلس؟ إيش قلنا اللي خلينا نقول تيوبولر فيلس؟ It's between 20 to 80% velocity. فهنا تيوبولر. هنا تيوبلر وهنا تيوبلر وهنا تيوبلر لكن الأطراف فيلس فيقول له تيوبلو فيلس ترى هذه أسئلة ويا كثر ما غلطنا فيها تيوبلو فيلس يجيك زي كذا شكله مو أول ما تشوفها تقول عطو فيلس لا تقول تك عندما ما في تيوبيولز يلا تقول تيوبلو فيلس واضحة معكم؟ تمام طيب question 22-year-old boy presented to the ER complaining of rectal bleeding colonoscopy was done and showed the following. هذه الصورة. طيب. وت أول شيء قبل نكمل. وش ال diagnosis؟ هذه فرق. فرق. تمام. ممتاز. طيب. السؤال الأول يقول لك which of the following is true؟ يلا. من إن يعطينا الحل. A. الأول صح. صحيح APCG mutation طيب هذه نشوفها وين اللي هو C الماكروساتلايت هذه لانش سندروم صحيح لانش سندروم طيب الريسك اوف كولوركتال كانسر في الفاب كم كم 100% 100% وش قلنا العلاج حق الفاب كولكتومي ولا صحيح كولكتومي ان 100% بيجي كانسر فشيله من اول وريح بالك والحافظ الله طيب 43-year-old male presented to the clinic complaining of subcutaneous cysts and a mass overgrowth on his mandible examination of the oral cavity showed this pattern of the teeth what is the most likely diagnosis Gardner syndrome صحيح ليش عشان التيف ما مترتبة أو شيء زي كذا صحيح وش كمان قلنا بالهيستوري الأوفر جروث في الماندبل صحيح وفي آخر واحدة سبكيتينس سيست صحيح ثلاثي هذا مع الفاب على طول كارنر سيندروم لو جاك واحد عنده زي كذا بدون ما سويت له الاكزامينيشن الكولون سوي له الاكزامينيشن الكولون وتاكد بتلاقي انه عنده مور ذان 100 بولبس طيب يلا STK11 gene mutation is associated with which of the following syndromes آه شباب وشو سي اللي هو بيوتسي جيجر سندروم صحيح بيوتسي جيجر سندروم احنا قلنا بيوتسي جيجر يصير عنده STK11 لينت سندروم It's too much commonly يسبب إيش microsatellite instability familial adenomatous polyposis يجي عنده APC gene defect ممتاز طيب يلا عدتكم هذه where is it found نفس قبل شوي what's chagra syndrome
بوتسيجر سندروم. صحيح، الله عليك، ممتاز. هذا ايش يسمى المانيفستيشن هذا؟ ميوكوكوتينس هايبر بيجمنتيشن. ممتاز، ميوكوكوتينس هايبر بيجمنتيشن. تمام، هذه الرفرنس حقتي يا شباب، روبس باثولوجي وامبوس. الله يعطيكم العافيه. اي احد عنده سؤال تفضلوا. في سؤال اللي تفضل. هل الادينوما يعني هل لما اشوف فيه ديسبليشيا معناته انه هذه ادينوما؟ يس، لان الهايبر بلاستيك، ان تخبر البوليبس قسمناها قسمين، نيو بلاستيك نون نيو بلاستيك. النيو بلاستيك قلنا انه فيها ادينوما فقط، نون نيو بلاستيك جوفينايل انفلاماتوري وهايبر بلاستيك. الهايبر بلاجيا ما فيها ادينوما، يكثر السيلز بس ما في ديسبليشيا. اسف، فهذا تفرق. الهايبربلازيا ما فيه ديسبلازيا، بينما الأدينوما نفسها في ديسبلازيا، فنقول لها نيو بلاستيك. ممتاز، وضحت. الله يعافيكم. أي أحد عنده أي سؤال؟ يعطيك العافية، شكرا. الله يعافيكم، وأعتذر منكم على الإطالة، لكن إن شاء الله أنكم استفدتم. استفدنا والله، ما قصرت. المعذرة، كانت في أسئلة في الشات، لو جاء شيء في الشات المعذرة، ما قدرت تشوفها. لا بس كان في مشاركة. شكرا جزيلا يا شباب، يعطيك العافية، شكرا. الله يعافيكم.